السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، الإخوة والآباء في هذه القرية. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولاني وإياكم في الدنيا والآخرة، ويجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إلى جوار نبينا عليه الصلاة والسلام. جزا الله خيرا الإخوة المشايخ الذين تحدثوا من قبلي على هذه الكلمات، وإن شاء الله دقائق يسيرة نقف فيها مع ناقض من نواقض الإسلام، وقد صنفه العلماء ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الناقض الثاني من نواقض الإسلام بعد الشرك بالله عز وجل، ألا وهو السحر. فإن السحر من أخطر وأعظم وأكبر الجرائم التي إذا انتشرت في المجتمع حل فيه الفساد والإفساد، وحلت فيه الضغائن والمشاكل وحب الانتقام. لذلك حذرنا ربنا وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. ربنا يقول في سورة البقرة الآية 102: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أي زول يتعلم السحر يتعلم عن طريق الشيطان. ما في نبي جاء علم قومه السحر، يعني ما في نبي ربنا رسله وجاء علم جماعته السحر. السحر بيعلموا شياطين الجن لشياطين الإنس. وربنا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ربنا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ربنا قال: ويتعلمون ما يضرهم. لو ربنا قال بس كده صدق، أصلا تعلم السحر ضرر وتعليمه ضرر. ربنا قال لك: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، زيادة التأكيد. وربنا قال لك: ولقد علموا لمن اشتراه. لأنه السحر ده الغالب الناس بتدفع قروش له، ويخطوا القروش للفكي تحت المصلاية، وكذا اكتب لي بخرة، وكذا اكتب لي حجاب، والمرة دي راسها مع قوي، كذا اعمل لي ليها حاجة، والولد ده ما بيسمع كلامي، والزراعة دي واقفة، والدكان ده برضو واقف، وهكذا. يا ما دمرت قرى وأحياء وشتتت أسر وفرق بين الأب وابنه والزوج وزوجته. السبب السحر. موضوع ده خطير، موضوع ده خطير جدا ومنتشر بكثرة في بلدنا دي. منو اللي بيعمل السحر؟ ما في زول بيجي يقول لك انا بعمل سحر، ما في. انت عارف المعلومه دي؟ الا زول ربنا زي ما يقولوا نازع منه الفهم، يقول لك والله طبعا انا بفتح الكتاب وبرقد بالخيره وبشوف لك البخت وبخط في الرمل وبقرا الفنجان وبقرا الكف وبعاين في النجوم. ده كلهم لو لقيت واحد فيه المواصفات دي ده عارفه ساحر. ولا قال لك جيب لي اثر من الزول الدار تعمل له الشغله دي، كده جيب لي منه طاقيه ولا جيب لي منه، وهكذا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا، قال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. مسألة خطيرة جدا.
والسحر في الأساس هو اتفاق بين شيطان الجن وشيطان الإنس. شيطان الإنس بيقدم أول حاجة الكفريات. شوف ما في ساحر بيشتغل سحر بجد إلا يقدم التمن للشيطان، والتمن هو الكفر بالله تبارك وتعالى. عشان كده ما يغشك بالمصحف الخاتم يا جاي، مصحف ده هو هناك بيدعوا جوا الحمام، أكرمكم الله وعزكم الله. والله المصحف ده مش هو قرآن، القرآن ده هو بيكتب بالنجاسة، بيكتب بدم الكلب، ويكتب بدم الحيض، ويكتب لك ما عارف بالدماء النجسة والمداد النجسة. بعد ذاك الشياطين بيجيو، ما لم يرتكب الشرك والكفر الشيطان ما بيجيو. الله قال كده: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من سحر أو سحر له. الزول اللي بيسحر واللي بيعمل السحر وبرضه من علاماته تمشي له وتقول له والله أنا فلان وفلان، لا يقول لك لا لا اسم أبوك ده ما داير، أمك اسمه منه؟ والله مما تلقاه سألك من اسم أمك عارفه ده زول مجرم ومحتال، دار يضيعك ودار يضيع عقيدتك ودار يدخلك في شبكة. والله هؤلاء الناس من أشد الناس عداء للإسلام والمسلمين، وهؤلاء أعداء الأنبياء. يا أخي ده يسوي سحر للنبي عليه الصلاة والسلام، باقي لك تاني في زول بيسلم منه؟ في البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: سحر رجل من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيد بن الأعصم سوى للنبي عليه الصلاة والسلام سحر عشان يقتله وعشان يعني يصد الناس عن دعوة الحق. وشياطين الجن والإنس ومردتهم يحاربون دعوة التوحيد، لأن دعوة التوحيد إذا حلت في بلد كل هذه المظاهر تختفي. إنسان بيوعى بيعرف عقيدته، بيعرف إنه المشي للفقي القاعد في الراكوبة هناك والقاعد في آخر الحلة وغرفة مظلمة وفاكي فيها البخور، بيعرف إنه المشي له حرام، ما بيجيه تاني ولا بيدفع له القروش. لكن أول ما المجتمع يعني كان بعيد عن العقيدة والتوحيد ينتشر فيه الدجل والشعوذة والسحر وغير من المعاصي والجرائم. السبب إنه الناس يعني ما تعلموا العقيدة الصحيحة. عشان كده الإنسان دائما يكون حريص على عقيدته. شوف العقيدة دي رأس مالك. وأنا عجبني موقف لزول عمره أكثر من 80 سنة، الزول اللي جانا في المسجد بتاعنا في منطقتنا هناك عمره 80 سنة ماشي على العصاية. الزول ده قال: والله يا جماعة أنا ماني عالم، لكن أنا بضرب لكم مثل. قال لهم: أنا أول حاجة كنت زول مبتاري، مبتاري ده اللي بيكتب البخرات واللي بيكتب الحجبات واللي بيعمل عرق المحبة واللي بيعمل ما عارف ليكم أم الصبيان وغيره وغيره. ده قال: أنا كنت بشتغل الشغلة دي ذاتها. وقال: الناس ديال من أجرم خلق الله. ده بنفسه اعتراف. قال: لكن الله هداني للتوحيد. قال: الله هداني للتوحيد والعقيدة الصحيحة. قال: أضرب لكم مثل. الآن لو عندك بطارية أبو حجر دي، لو البطارية دي فيها حجر بتضوي لك؟ ما بتضوي. قال: إذا أنت عندك توحيد عندك بطارية فيها حجر، إذا ما عندك توحيد بطاريتك ما فيها حجر ما بتضوي لك، وتقع في الحفر وتقع في الشوك. فقال: اعملوا حسابكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. والله الزول ده انا ما ندمت الا ما قعدت معاه اساله من حياته وتعرف فيه، لانه زول عمره فوق ال 80 سنه. الليله العمر فوق ال 80 سنه ده عندنا الا يرفعوه بالعن قريب. لكن لو ربنا شرح صدر الانسان للتوحيد فانه يقبل كلام الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عشان كده الآن بعض الناس قد يشوف كلامنا على دعاة الشرك والسحرة والدجاجلة حار، وفعلا حار، لأن الناس ديل الأذان، لأن هؤلاء الناس من أعظم الناس فسادا وإفسادا، ولا بد من محاربتهم ومن الوقوف ضدهم وتحذير الناس من شرهم. الأذان إن شاء الله
وكلمة يسيرة ونفتح المجال للشيخ مزمل، جزاكم الله خير، بارك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث قال: ليس منا من سحر أو سحر له، ومن تطير أو تطير له، ومن تكهن أو تكهن له، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. مسألة دي خطيرة، الإنسان اللي بيمشي للساحر ويسأله ولو كان ما مصدق ذاته بس ما شعره وسأل، مسألة خطيرة وغاية في التحذير حفاظا على عقيدة المسلم وصيانة لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك عشان تنفر من هؤلاء الناس أشد النفور، ما تقرب هؤلاء الناس، هؤلاء من أشد الناس فسادا وإفسادا، ومن أشد الناس انتهاكا لحرمات الله وتعديا لحدود الله تبارك وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تمشي اليوم نهائي، ولا انت ولا زوجتك ولا بنتك ولا ولدك ولا قريبك، وإذا عرفوا ما تمشي لك لإنسان ما عنده شيء، لو هو كان عنده شيء كان ينفع نفسه، لأنه هو دار منك قروش ودار منك بياض، ويقول لك أنا ما ليس 10 سنة ما ولدت دار الجنة، وبدي جنة هو جنة دعين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال في صورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ربنا يقول في القرآن أيضا في صورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض، ما في فكي بدي جنة، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لكن الناس لما ضعف عندهم علم العقيدة والتوحيد وقعوا في أحضان هؤلاء، وواجب على الدعاة، واجب على المصلحين والعقلاء وكل من يريد النجاة بين يدي الله أن يحذر أهله وأن يحذر أبناءه وزوجته. حذر أي زلمة تعرفه، صاحبك، قريبك، مرتك، ولدك، ما يمشوا لهؤلاء الناس، الوعيد شديد. اللي بيمشي لهم ويصدقهم ده كفر بالقرآن والسنة الصحيحة، مسألة خطيرة. ومن علاماتهم إنه لو وداك بخرات أو وداك حجبات أو وداك ورقة قال لك أدفينا، أو وداك موية قال لك أدفينا قدام الدكان، ولا وداك حاجة قال لك أربطة تحت الدركسون العربية، ولا قال لك جيب لي حيوان بمواصفات معينة، ده عارفه صح، قول لك جيب لي ديك أسود، ده هربية وشنو ديك الأسود، ما دايره هو، داير إنه الشياطين المعاه. يقول لك جيب لي خروف أبيض لكن على شرط يكون ضنبه أسود، وهكذا بيطلب منك حيوان بمواصفات معينة، ويطلب منك أشياء معينة وبخور معين، وكله لكي يجلب به الشياطين لكي تخدم هذا الساحر. والإنسان يكون حريص على عقيدته وحريص على دينه وما يقع في حبائل هؤلاء. والله ونصيحة بنقولها: ما عندنا قصدي مع إنسان معين، ولا عندنا قصدي مع قبيلة معينة، ولا عندنا قصد مع منطقة معينة، وإنما هو الدين يملي علينا أن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أعظم معروف التوحيد، وأعظم منكر الشرك، وده اللي بيصلح البلاد والعباد وبيو بتتفتح بركات السماء والأرض. لكن السودان الآن انتوا بلدكم دي ربنا معافية، لكن بعض القرى فيها آلاف الجباب، السودان ده فيه آلاف الجباب تعبد من دون الله، طوب وأسمنتي وبياض جوا وبرا وحديد وشبابيك وغيره، دي كله عاملينه للفكي. الجبال كان بيكتب البخرات والحجبات ليه؟ يقول لك ده ولي صالح وده ولي كامل، هو أكبر مجرم على وجه الأرض، والله الذي لا إله غيره. لذلك يا إخوان ويا آباء، هذه النصيحة نصيحة لأنفسنا أولا، لأنه لو دعينا للتوحيد الله بيرفعنا في الدنيا وفي الآخرة، ولو التزمنا التوحيد ربنا بنجينا من النار. ربنا قال:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربنا يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وربنا يقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والفتن والمحن وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه.